كل نادي بيعمل مشروع اجتماعي داخل المنطقة اللي هو فيها. يعني احنا عاملين كنادي لايونز القاهرة مستشفى مرض للعيون للفقراء. اين انت يا سيد اسلام ابو عبد الله؟ ابو اسلام السلام عليكم. ماذا انت وقفت على الحياد على ما يبدو؟ لا والله انت مزعلني جدا التصفيق. انت وقفت على الحياد. اذا انا اريد ان يفهم الاخ. لا انت النادي قائد فصيل في المقاومه الشريفه اللبنانيه ولي الشرف ان اكون قائد فصيل. فلتفهم انت والعالم اجمع. استاذ توفيق تفضل. ولست قادم للصهيونيه. ممكن تسالني لو سمحت لحظه؟ تفضل سيد ابو اسلام. انا بقول ان احنا نغير اسم اللواء. نغير اسم اللواء بداوي. نحن في لبنان نتهمكم انتم يا استاذنا. لا نحن في لبنان نتهمكم انتم. كلام مرسل وغير موثق. تعرف يا لواء نبيل بداوي، تسمع حضرتك، تعرف ان اصل الليون دي ماسوني؟ اول محفل اتكون بالماسونيين في مصر ولا حضرتك بوليس بس كده عوامطه؟ انا بتحداك وانت مصري وانا مصري ان تاسيس الليون في المصري جميعا لا 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 يا لا 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 سمعك سيد لا لا عبد الله سمعك ارجو ان تسمعه خلي يفهم علي هذا الاخ. انا اعرف جيدا بان هذا الاخ اللي يعتبر حاله انه هو ليونز هو في الصهيونيه العالميه. انا اريد ان اساله سؤالا. ان الصهيونيه العالميه تنظر الى شعوب العالم بانهم غويم. انا لا ارضى على نفسي ان اكون كذلك. اذا كان هذا يرضى كذلك فهذه مشكلتها. فليرجو ان ترحم لبنان يا سيد فارس. ارجوك نحن في لبنان يا سيد نداوي محافظ على بلادنا. عداوتنا مع اليهود عمرها 5000 سنة. ارجو ان تفتح المجال للسيد احمد الشهيد احمد عبد الله. سمعتك يا سيد فارس. سمعتك يا سيد بداوي. يا سيد ابو اسلام تفضل ادخل على الخط. طيب شوف استاذي. نعم. انا بدعي ان اللاين تأسيس ماسوني ويمكن استاذ البوليس هذا يرفع امري للقضاء ان كنت ادعي عليه. وازيد ان الروتاري ايضا تم تأسيسه في مصر واعرف من قاموا عليه ومن اسسوه كما من اسسوا اللاينز في مصر. وادعي واقول انهم كلهم من المحافل الماسونية. واذا اردتم الاسماء الان يمكن ان اسردها عليكم. من كون اول نادي روتاري في مصر واول نادي لاينز ماسوني في مصر لم يكن اللي هو بداوي. اتولد لسه اللي هو بداوي جه في الاخر يقول ايه كلام مرسل وكلام غير موثق. لا انا بقول انت راجل بوليس قديم. حاكمني بوليسيا حاكمني امنيا ادعي عليك انك انت واعضاء الروتاري سبب انهيار التعليم في مصر، سبب بيع الاراضي للصهاينه، سبب بعدنا عن الفلسطينيين، سبب الصحة التي انهارت. انتم الذين اطعمتم او الروتاري انتم اللي حولتوا شركة الناس البطاريات الى كيلورايت ايجيبت ثم كيلورايت سقط وسقط اسم مصر. انتم اللي حولتوا فندق عمر الخيام وبالاسماء عندي بالاسماء جعلتم عمر الخيام يصبح ماريوس بعد ذلك. حولتم القطاع العام الى قطاع خاص على ايديكم. انتم الذين مهدتم. هذا كلامك موثق يا سيد ابو اسلام. وتبيعون الاراضي الاسبوع الماضي. نحن من 26 ندافع عن القضية الفلسطينية. وانتم من 29 وقبل نشوء قبل اغتصاب دولة فلسطين. طيب. نحن كنا في صراع. يا سيد ابو اسلام. تسمعوني يا سيد ابو اسلام. في لبنان. سيد ابو اسلام. لاجل هذه القضية. يبح صوتي من يا سيد ابو اسلام. نعم. كلامك موثق. موثق ومستعد للمحاكمة أمنيا. وهذا رجل بوليس بيقول 25 سنة في البوليس. طيب. وبيقول نسمع إضافة. نسمع إضافة من السيد عمر بكري. بارك الله فيك. قبل أن نسمعك. يعني السيد بباوي قال بأنه هدفهم خيري. نعم. اجتماعي ثقافي يطرحون موضوعا معينا ثم يناقشونه. يعني نوع من بين قوسين نوع من الترف الفكري ربما يعني. نعم.
بالنسبة لأهداف الليونز والروتري هي أهداف واحدة نفس أهداف الماسونية العالمية. أضيف إلى ما قال الأخ الفاضل أبو إسلام بأن اللواء نبيل عندما يقول يستشهد بأن بعض شيوخ أو رموز الأزهر كانوا يزورونهم أو كانوا يقومون بالدخول إلى محافلهم، لعلمكم أن كبار شخصيات التاريخية سواء في السابق أو حتى في هذا اليوم المعاصر من الملوك والحكام والزعماء والمشايخ هم أعضاء الماسونية. يعني إبراهيم اليازجي، يعني جوزي زيدان، حتى جمال الدين الأفغاني، حتى محمد رضا بهلوي شاه إيران، وكذلك مصطفى كمال أتاتورك، هؤلاء كلهم أعضاء مميزين وبارزين في المحافل الماسونية العالمية. هذا أمر معلوم. طب هم يقولون الفضيلة، الخير، الألفة، المحبة، أي فضيلة في نشر إباحية، أي فضيلة في دعم دولة مغتصبة لأرض المسلمين والعرب، أي فضيلة في من يعمل لطرد الشعوب أو محاربة الشعوب تحت مسمى ما يسمى الدولة العالمية، دولة إسرائيل الكبرى. نحن نعلم تماما أن هناك الكثير مما يمكن أن يذكر عن الماسونية، لذلك يتعير الآن هم من أنفسهم، يتعير من الماسونية ويقول لا علاقة لي لايونز والروتاري بالماسونية. إذا من أين أتوا؟ كلمة لايونز أساسا هي تعني الأسود، تعني القوة، فكيف يكون جمعية خيرية ثم ننتسب إلى الأسود؟ وهذه الرموز مذكورة حتى في الماسونية، رموز المتعلقة بالأسود والتنين الحية ثلاثيات الرؤوس، وكذلك التاريخ، تاريخ اللوتري تقويمه هو نفس تقويم الصهيونية ونفس تقويم دولة إسرائيل، لذلك حتى من حيث التقويم نفس التقويم ونفس الشعارات. فلماذا عندما تتبرأ من أمر لابد لك أن تحاربه؟ فمن يدعي أن لا علاقة بالماسونية لابد أن يصدر بيانا يحارب الماسونية والصهيونية، يصدر بيانا يؤيد المقاومة والجهاد في فلسطين وفي جنوب لبنان ضد العدو الإسرائيلي الذي يمثل دولة الصهيونية. هذا هو أرجو من السيد فارس، ونريد أيضا من اللواء نبيل. يا سيد العزيز، يا سيد العزيز، اسمعني، هل أنت دخلت إلى المحافل الماسونية؟ ما شو عرفك أنه نفس الشعارات؟ وشو عرفك أنه نفس الرموز؟ أنا عندي هنا الصور موجودة، يمكن أعرض لك الصور كلها. المحافل، أنا عشت في بريطانيا، هذا هنا The Masonic Terminologies، كتاب الماسونية يمكن أن تقرأه، فيه كل رموز الماسونية وكل محافلهم، حتى المعبد سليمان في أنت كتبهم. أنت تتكلم عن الماسونية، نعم، هذه الماسونية عرفت نفسها في كتبهم. انظر هنا محفل ماسوني في الأعمدة الضخمة، وفيه ما يسمى البيكار، ويسمى كل عضو في الماسونية والليونز نفس الشيء. جيد، لحظة إذا بتريد حتى باسبور الماسونيك، فري ماسونيك موجود. أنت تريد أن تتبعني إلى الغرب، لماذا؟ لا، أنا أتكلم الآن عن الماسونية، لا أتكلم عن الأستاذ فارس بعينه، لكن عندما ينتقد الأستاذ فارس الصهيونية أنا أكبر هذا الأمر. أنا أدافع عن حضارتي وليس عن الغرب. الغرب عمره 200 سنة و300 سنة، أنا عمري 4000 سنة، أنا أدافع عن حضارتي المسلوبة. طيب، وليس عن الغرب، وليس عن اتفاق أندرسون، ولا ليس عن أمريكا اللي عمره 3000 سنة. طيب، أدافع عن حضارتي. أين حضارتي؟ أين العرب؟ أين الحضارة العربية؟ قبل أن أسألك عن الانشقاق في الماسونية ولماذا انشقوا، أعود إلى السيد بالداوي مع الخط يطلب الكلام أيضا إليك. ومن قال لك أن الماسونية موحدة ولا رئيس؟ لا يوجد في الماسونية رئيس عالمي ولا يوجد رؤساء. أنا رئيس محفلي وغير رئيس محفله، أنا لي رأي وسياسته في محفلي والآخر له رأيه وسياسته في محفلي. وما ليش دليل اللي فرض عليه من 20 سنة كان بيتكلم إيه؟ انت بتستغل الناس ما عندهاش معلومات؟ لا، كل محفل